بقى بقى، انا هدول الاثنين الحلوين راح اكلهم، وراح اضل اكل وما اشبع منهم. يا روحي انت بابا مين ده؟ تعي خلينا نروح نفتحه. يلا يا عمري، يلا يا حلوه، يلا تعي لنشوف مين. تعي معي، تعي 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 نشوف مين اجا. انت بدك كثير تفتح الباب لسا؟ نعم انا. يا خانم، كعربون للمحبة والإخلاص، ممكن تقبلي هاي الباقة البسيطة من حبيب ولهان؟ بتشكرك بنتي؟ يا حبيبة البابا، فكرتوني نسيتها للخانم الصغيرة؟ معقولة انسى بنوتي انا؟ اوه، معقولة انساها؟ ليكي ليكي، هدول خصوصي لإلك. ليكي شوفي هون يا أميرتي، هدول بس إلك. تعي لنشوف، لشوف بابا شو اشترى لبنته الصغيرة. يلا اوه، خلينا نقعد هون لحتى نشوف الهدية. تعي لشوف، لنشوف شو رح يطلع من جواتها. ترى شو هي يا حبيبتي؟ ها؟ ليكي شو بتعمل هي؟ شوفي ليكي البابا شو اشترى لك. ليكي ليكي، عجبتك يا عمري؟ شفتي هاد الحصان الأبيض؟ ها؟ أنا رح أحط الورد وأجي. دن 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 دن. انت عن جد عم تحكي؟ ماني مصدقه، يعني لو بشوف هالشي بالمنام ما بصدقه. والله ولا انا مصدقه بنوب. رح تشتغلي بالتامينات كمحاميه كمان؟ ايه، حلو كتير. بس انا لهلا ما بتخيل كيف انت صرتي محاميه وانا صرت ست بيت، مع انه انا كنت بتمنى اتوظف بهذا المجال، وانت كنت بتتمني تصيري ست بيت وما تشتغلي شي. بعرف. يعني شو بدك يعني ساوي انا؟ المهم لقيت وظيفة منيحة. كتير منيح، صار عندك شغل وحياة خاصة كمان، وانتي كمان عندك زوجك وبنتك كمان، وكست بيت شو بدي اكتر. في الساعة التاسعة تبدأ نشرة الاخبار، اليكم العناوين. اليوم في أنقرة تم القبض على عدة أشخاص، أربع منهم برتبة بروفيسور وثلاثة آخرين برتبة معلمين. وفي ديار بكر 126 شخصا، وفي أزمير 76 شخصا تم سجنهم. إدارة السكك الحديدية اتخذت قرارا رجعوا يحبسوا اللي طالعوه. وين يا ترى؟ لقد تم إلقاء القبض على مجموعة من الشيوعيين في عربة للنقل بعد عملية قامت بها قوات الجندرمة الخاصة التركية، والتي أدت لتبادل إطلاق النار. لذلك فإن قوات الأمن يسعون جاهدين للحد من عمليات الشيوعيين التي تهدف للتخريب وتغيير الدستور بقوة السلاح. وعندما قامت جهات ماركسية وشيوعية بتبني هذا الحدث اليوم، أدى ذلك إلى تجديد الحراسة على مخارج ومداخل المنطقة وتكثيف القوى الأمنية للقبض على الشيوعيين. عزيز، مين كانوا هدول اللي نقتلوا؟ من رفقاتنا، وحتى بهديك المنطقة قلنا رفقات. منطقة صفاص؟ هي. بس انت ما جبت لي السيرة من قبل. ليش كنت بدك تروح لهنيك؟ لا، ما كان بدي يكون في حدا هنيك، ولا بدي. ليش مو هلأ قلت عم يحبسوا اللي أفرجوا عنهم؟ بدك نقعد نستنى ليلمونا مثل الخواريف؟ من اليوم ورايح رح تكبر المشكلة أكتر من قبل، لهيك صار لازم تاخد قرارك كمان. شو قلت؟ ما بوافقك. فهمت هلأ؟ أي شيء بنعمله من دون ما يكون الشعب داعمنا واقف لصفنا رح يكون مغامرة وبس، وبيأثر على مبادئنا اللي متبعينا، وحتى رح يبعدنا. ماني غبي لحتى ما أعرف هذا الشيء، بس مجبورين كمان نحمي حالنا منهم. افهم موقفنا بقى. لك فهمانه، بس الحل الوحيد السلاح. رح تقدر تغير شيء إذا سلحت لك كم واحد. بجوز لا، بس منتركهم على كيفهم. ليك، تركيا مو عبارة عن ضيعة صغيرة وفيها شوية بشر، أبدا ما أنا هيك. هاي بلد أصيلة وشعبها حر وبيعرف يحدد مصيره وبإيده، وبلاهم ما فينا نعمل شيء. لك افهم بقى، ليك سياستهم هنن انه يخلونا نتحول لمجموعات مسلحة جهلة ليكرهوا الشعب فينا. ضربة 12 آذار شو هدفها؟ مو يوقعونا ولا شو؟ نحن ما لازم نوقع بهالفخ عزيز. طيب ولما رمينا عساكر الأسطول الأمريكي بالبحر، ولما سيطرنا على الجامعة كلها، ولما قلنا تعيش تركيا حرة مستقلة، فكرنا إذا كان الشعب عم يدعم هاي الفكرة ولا لا؟ حدا خطر له؟ لا أنت ولا نحن، وليكنا هلا واقفين عم نتفرج وبس، ما عم نفكر بالنتائج اللي رح تصير.
لهيك واجب لنفتح عيون الشعب لو هو مانو معنا هلا. لو شو ما كان الشعب ما رح تغير شيء. اصلا لما عملنا هيك بالعسكر الامريكي كان الشعب معنا، كان معنا حتى بافكارنا. وين الشعب هلا؟ تعرف وينه؟ هون. انت وينك؟ رح كون هنيك بالشوارع وبالبيوت وبالمعامل. عم تهرب مثل الجبناء. على القليل انا بفضل موت برصاصة وانا معي سلاحي. انا ما عم بهرب، وهلا رايح لعند المسؤولين يلي ما عندهم حركات بطولية مثلك واللي هن فعلا اصحاب الحق بهذا الموضوع يا فهمان. انا رايح لعند العمال. كيف كان الشغل؟ منيح مثل العادة، مثل ما بتعرفي دعاوي وقضايا وهيك. اليوم اجت رزان. شو لقيت حدا تحبه؟ لا، لقيت شغل مرتب. لا يا، ما بتخيلها الا تكون ست بيت مثلك مو تشتغل بوظيفة. قال رزان. غسان، كنت عم فكر اني اشتغل. ليش انا ما عم بشتغل؟ ايه بلا، بس شو فيها اذا اشتغلت كمان؟ ليش شو اله طعم شغلك؟ قصدي شو مشان زهرة وين منتركها؟ منلاقي طريقة. هي عم بشتغل ومرتاح بشغلي، فكرت هالشي بخليكي مبسوطة، بس انتي مانك مبسوطة. عم بتساوي هيك قصدا؟ هي انا كرمالك انتي ولا تكوني مبسوطة. رحت ورضيت بالشغل اللي عرضته امك، فهميني مشان الله، بس فهميني شوي. حطي حالك مكاني ولو لمرة واحدة.